تتواصل لليوم الثالث على التوالي زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الثانية لحضرموت، ترأس فيها اجتماعا بقيادات السلطة المحلية وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، زيارة أثارت معها الكثير من التساؤلات، خاصة وأنها حملت على أكتافها أهدافا مجهولة سبق وأن وصفها مكتب النائب البحسني. فهل هي زيارة لتأمين مرحلة من التوافقات السياسية يقودها الرئيس العليمي، أم أنها بروباغندا الإصلاحات الاقتصادية؟ في ثالث أيام زيارته الثانية إلى حضرموت والتي خيم عليها الكثير من الجدل والتساؤلات، واصل رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي نشاطه من مدينة المكلا، مترأسا اجتماعا بقيادات السلطة المحلية وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة. بدأ فيه متفاعلا يتحدث عن فقدان 70% من الموارد العامة للدولة نتيجة لخروج ميناء الضبة النفطي عن التصدير جراء الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشأة. بعيدا عن مناقشة الأوضاع الخدمية والمعيشية والتنموية التي دارت في هذا الاجتماع، إلا أن زيارة العليمي في هذا التوقيت وبعد خنوع الرئاسي لميليشيا الحوثي برفع العقوبات الاقتصادية والمالية عنها برعاية أممية سعودية، تجعل من هذه الزيارة محل شكوك عن وجود توافقات سعودية حوثية. يلحق بركبها العليمي نحو مقطورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تبدأ من عودة تصدير النفط من حضرموت وحصول ميليشيات الحوثي الإرهابية على نسبة من عائدات التصدير، ولربما ما يؤكد ذلك تراجع الهجمات الحوثية على السفن التجارية والجبهات الحدودية بعد الإعلان عن الاتفاق الأخير بينهما. ومن جديد عادت الميليشيات الحوثية لتؤكد على وجود اتفاقات غير معلنة وتظهر بورقة ضغط تبتز بها الرياض مرة أخرى تسعى خلالها على الحصول على قسمة أكبر في هذه التوافقات، حيث أنها أقرت وبكل وقاحة واستفزاز بأن قرار تصدير النفط من حضرموت لن يتم إلا بصرف جميع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، وأنها لن تسمح بغير ذلك وستواجه أي محاولات برد فوري، فالإرهاب ليس بالغريب عليها. فإلى متى ستبقى هذه الميليشيات تساوم على مقدرات وخيرات حضرموت؟ ما ألمح له نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء البحسني الذي عارض عبر مكتبه زيارة العليمي لحضرموت، والتي جاءت كرسالة غير مباشرة تلمح عن نوايا تحوم حول زيارته، وصفها بالأهداف المجهولة ولم يبح بها اللواء البحسني، واكتفى بأنها زيارة لن تقدم شيئا لحضرموت، ما يوضح الرؤية أكثر حول مساعي العليمي لترتيب المرحلة القادمة والتجهيز لها من حضرموت وفقا لمراقبون. مرحلة قادمة ضبابية ومصير سياسي مجهول وسط مخاوف من تسويف القضية الجنوبية وضياعها بين التوافقات الحوثية السعودية وحضرموت تدفع الثمن للجميع، فمنها تسعى الشرعية اليمنية لتأمين قواعدها في المحافظات الجنوبية في وقت ضاعت أراضيها بين أيادي ميليشيات سلالية إرهابية ولم تقدر على انتزاعها منها، بل ترضخ كل مرة وتتنازل لها عن مقدرات الجنوب. فاليوم الحمل ثقيل على القيادة السياسية والعسكرية الجنوبية لانتزاع حق الجنوبيين.